عليك تغوص في جلود واسع تصوريش انا جاي نصور العرس واش خايبه ولا زوينه ولا هي العريس واش قصير ولا خايب ولا عوج ولا مشطل خاصني نعرف اختي انا غادي نبرك لكم نصور واش بغيت ناكل استغرات العروسه جات زي ما اختلت البنات قوموا يا الناس جيبوا فيديو كيلخص كل شيء. السلام عليكم ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. دخلتي الخريط دخلتي لعند النبي عطوك الفيزا يلا دفع الباب هاو ماشي ميريكي هاي فور ميريكي ها مش بلانتي ودفع الباب هيك هيك فين غادي حرك راسك هكا كنت لا حرك ايوا حرك راسك اي زيد مومباي هي مومباي هي عرفتي شحال من ساعه من هنا للهند هي اوه هي 14 ساعه هي في الطياره هي والفيزا دايره مليون ونص هي غاليه بلاش ناي 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 اخر ثمن هي مليون و 40 الف ريال هو مروحين صافي اقسم بالله حتى اختي دير شي حاجه ما كنحبكش انا ما كنحبكش انا ولا ما عرفتش لا كتبغيني تتجدي مني ما كنجديكش المحتوى ديال هادو غير كتحبني كنحبك ناري كيحبني فين ما كان شي فيديو ناري كيحبني زعلتي وصافي تتجدي مني دابا تجدي راسك دابا قول لي صراحه شوف هاد وصافي كنجديك شوف هاد الحرية ديالي وين الأمان ديالي غادي كان الحرية ديالي توجدي ليا الكوكتيل ديالي بغيتي تقول الكوكتيل ديالي واخا انا نوجدو ليك وانا لابسه واحد الكسوح ما بغيتو عايش الحياة وهادي فنتاتية يلا سيري جري جيبيه ليا انا غنتخشب المخيط ديالي تتجوف يا غيري اوكي هاي كيحلم واقيلا مو خير ديالي واش واعي واش واعي واش واعي بصاحبي واش واعي في قا صاحبي راه كتحلم صاحبي راه بلتي يا صاحبي في سروالك انا هو الكوكلي توخيت كوكلي انت عارف مع قوة تش من كوكلي يا صاحبي تشرايت بيه في سروالك يا صاحبي ما قالوا في ليلة حتى كانت في ليلة باش ينجح الزواج في المغرب خاص المرأة تكون بنت الناس عندها في صالة ديال بنات الحرام اقتصادية تتصرف 1500 درهم في الشهر ولا كنقل لها يكون أفضل وتكون البوطة تدوز لها 3 شهور ما عندهاش مع الشوكولات ما عندهاش مع الحلاوة ما عندهاش مع الخروج ما عندهاش مع الحوايج جداد عندها حساسية من الذهب عندها حساسية من المكياج ما تيعجبهاش تصبغ ظفرها وتكون معتدلة مناخيا ما تتمرض ما تتبرد ما تتسخن ما تتدفى ما تتمنك ما تتحبس وتكون عندها صحة مزيانة حيت يتبع لها شي بزاف وجرى ورا الطوبيسات حبذا لو كانت مريضة بالتوحد ما تزور ما تزار بسد عليها وكلامها قليل وطعامها خفيف ومبتسمة دائما رغم الصعوبات وتكون قارية باش تقري الدراري وطبيبة في نفس الوقت إلا احتاجينا لها فشي لعيبة وما كرهناش تكون تتيبس الخبز تسطح وتتبيعو باش تجيب شي مصدر رزق هذا هو الراجل المغربي في الاخر يخونك تقول لي شي وحدة جوج المليون في الصداق تتعصب وتتجي لا وعلاش تقول لي وتقول لي شي وحدة هي اللي عطيتي ولا هي 1000 درهم ولا هي جوج درهم تقول شي قالب شي قالب راه أكبر قالب هو أنت أخويا هو أنت نوض ولد جدي لا واجد سير توكل على الله وسير شوف ذات الدين اللي تتصلي وتتخاف الله طياب راه كاينه الماكله في الزنقه صراحه هذه هي المراه تيقلب على الرجل المغربي اي راجل مغربي تيبغي بحال هذه المراه ديال ما تبرد ما تسافر ما تمشي ما تخرج ما تدير ما تقدر تكون اقتصادي بزاف ديال الحوايج عندي ثلاثه ديال الخوات جات بنات وانا بوحدي اللي دري انت ولد بوحدي اللي دري ولكن هرست هذيك القاعده ديال زعما الدري كيكبر وسط البنات وكذا انا ما كنتش نبات في الدار بزاف
باش ما بصح دابا الدري تاثر عليه الوسط ديالو السلام. كورونا تمضارمه مع المرايه فوندو تاع الحمد لله خرجنا مزيانين بعدا. فانا شيت بالبومبا كوميك نقول في بلاصتي خرج زعما في واحد لاج لي صغير كنت انا كنخرج كنبريكولي كنخدم في المكتبه دوس بزاف ديال العيبات بحال الاخير. شحال كان في عمرك ديك الساعه؟ تقريبا شي 15 عام. انا خرجت كنت خدام في واحد المكتبه في ديك الوقت. خرجتي من المدرسه؟ لا كنقرا. لا كنقرا وكنت سيونس اس في تي تبارك الله. داكشي ديال الثلاثي السيبي وكلا قريت عليه. وكي كتنفع هاد القضيه ملي كتكون انت بوحدك دري في وسط عائله اللي فيها البنات كما كيقولوا انت هو الدري ديال العائله كتنفع هاد القضيه. فوالا كيقولوا مثلا راه هو الرجل ديال الدار ولكن اللي الله يحفظك عرفتي كنسمع ضحكوا على خاطرك وباش دوز دابا انت بغيتي تقابل مع ياسين حيت كتسمع الضحك دابا هي مقابله مع ياسين. ياسين كتشد الضحكه كيقول تي ياسين اسمعي له الكفور هي كتضحك. كتنفع القضيه كتنفع كيقولوا الرجل ديال الدار. دابا الوالد ما عندوش خوه وانا ما عنديش خويا ولا هو خب. ولا عم خويا يعني وليت نجلس ليها. لا لا عييت خليك الطبريج ديال الوالا. هذا هو الطبريج ديال الوالا شتي. هادو براش ومجوجين بهادو بروشات اكثر منو. حامل عجبو الحال. وكل نهار فيديو جديد وهضره جديده وكلام جديد وهذا راه صباح باين النهار ما عرفتش علاش مالك وقيل بالحال فرح بالمتتبعين عليه الحمد والشكر عطيه وفرح بخارج الوطن وداخل الوطن وتبارك الله على المتتبعين ديالنا كيصبحتوا لاباس عليكم خارج المغرب وداخل المغرب وهذا الفيديو غيكون بعقله بالبرات ديالو بالصينيه ديالو بالقيمه ديالو غيكون شي شويه بعقله وغتابعونا عليه ان شاء الله حتى للنهايه. تبارك الله على وليداتي. اليوم وليداتي راني جيت شنو بغيت عندي؟ لاميزو. لاميزو ديال اش؟ ديال سيطروين. راني في لاميزو ديال سيطروين راه معروف تبارك الله في مدينه باس وغني على التعريف. جيت ندير لكم فيه واحد الفيديو غنشارك معكم واحد الطويل يمين لا كتابت. حنا كلنا كنمشيو بالكتاب وكنمشيو بالقدرات الله والله اللي كيوصلنا لاي بلاصه. حنا ما عندنا ما نديرو قدام الله تعالى وتبارك. غادي نشري واحد الطويل يمين وغادي نشاركها مع المتتبعين الاعزاز الغاليين. ابقوا معنا. فين راه الشريف اللي غيورينا؟ فين ها؟ راه كيزيابا. هي شرات السيارة والمتابعين ديالها كيمشيو في الطاكسيات والطوبيسات.